أنا اليوم سعيدة أتعرف أكثر وأكثر وأعرفكم كمان أكثر وأكثر على الممثلة كارول عبود يلي عم تبعها بمسلسل للموت واللي قدرت تخطف أنظارنا وإعجابنا. حضور قوي، أداء خارج عن المألوف، عملت حالة خاصة. كارول عبود عندها مسيرة طويلة بالسينما والمسرح والتلفزيون، لعبت أدوار البطولة على خشبة كبار المسرحيين ولمعت بالدراما التلفزيونية. كارول عبود درست التمثيل والإخراج بلبنان وتابعت دراستها العليا بباريس. بمسلسل الموت عم تلعب دور حلو كتير، دور شريرة بالوقت ذاته مهضومة، لسانة حاد، إيدة طويلة، طميعة. وإذا لم تعرف طريق رزقك فطريق رزقك يعرفك، واللي ما بيعرف رح نروح لعند كارول حتى يعرفنا. أهلا وسهلا فيك كارول. صباح الخير. صباح النور، بعد الظهر عندك أنت. أنا عندي بعد الظهر. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله تكونوا بألف خير فولا، وأنا مبسوطة كتير أنا عم بحكي معك عبر البحار. إيه نعم، قطعين المسافات كلها. أهلا وسهلا. شكرا على المقدمة المهضومة، مثل ما وصفتيها سارية. هي كل هدول مع بعض. صح، شو عامل فينا؟ هي مهضومة. مع أنه من الآخر كارول عبود بتقولي أنت ما بتحب الكوميديا وما بتحب تفوتي فيها، بتقولي إلى أربابة، يعني كنت مترددة تاخدي هالدور، مزبوط؟ بس كان تحدي لإليك. كنت مترددة أكيد، لأنه هاي أول مرة بحياتي بلعب كوميدي. يعني وبعتقد دايما كنت حاسة أنه أنا مش مهضومة. أنا بالحياة ماني من النوع يلي بقعد بخبر نكت، أو أنه ماني يلي بعمل انترتينمنت بستهر، يعني عرفت كيف. بس ثاقبت، ما بعرف، نعرض علي هيدا الدور وتلون شوي شخصية سارية من الشر يلي فيها، لأن بالنتيجة هني كمان يعني منهم أبدا ناس لطيفة. سارية أو جوزة أمين بيقوموا بيبيعوا البنات بيجوزوها لحدا أكبر من، يعني في قصة ممكن الناس تكره هالشخصيتين. حبيت أنا أني زد لها لون كوميدي كان موجود أساسا بالنص ونميته أنا والمخرج فيليب أسمر. يعني اللي بيشوف الكارول بقول مش معقول، يعني هالقد فيت متقمصة للدور. يعني منشوفك فحول بمحلات، عندك الهضمنة بس ترقصي، وهيدي جملة إذا لم تعرف طريقة رزق منين جبتيها؟ هيدي والله المخرج هو اخترع لي إياها، لأنه كتير حابب هو كان دور سارية، بيحبها لسارية ما بنعرف ليش. بيحب دايما يلاقي له أخبار وقصص. وبقى هوني كنهار عم نصور مشهد، بأول مشاهد بلاقيه عم يطلع تليفونه وعم بفتش شي على جوجل. بقول له فيليب إنه شوفي في شي؟ قال لي لا، قولي هيدا الجملة. هلا هو عطاني جملة، أنا صرت أول شيء شلت القاف حطيتها كاف. صارت طريقة رزقك، صارت أهضم هيك. بقى فرزقك يعرف طريقك، وصارت محط كلام عن سارية بتقولها يعني once in a while، يعني كل شوي بتقولها ولا أهضم من هيك. يعني كمان لقيت أنت محترفة يعني ودارس التمثيل والإخراج، بس هالدور حسيته في مركب، يعني منه هين اللي بيشوفه هين أبدا إطلاقا، منه هين يعني أبداً. بيعرفني على حقيقته، بيعرف قديش هو بمطرح كتير مختلف، ما بيشبه هيك خالص ولا بالشكل ولا بالمشي ولا بالطريقة الحكي. يعني هلأ بعدني شوي متأثرة فيها، لو خلصنا تصوير بعدني شوي بحكي أوقات جمل تطلع مثلها، لأن احنا قضينا 3 أشهر تقريبا بالتصوير بظروف كتير صعبة بين الكوفيد 19 ووضع البلد والتسكيرات لوكداون يعني صرنا 3 أشهر عم نمثل هيدول الأدوار، يعني صرنا لابسين واللبس. طب حتى طريقة المشي، يعني كمان يمكن المخرج هون بيقول لك كيف تمشي بهالطريقة. لا لا، بتعرفي شو اللي خلاني امشي هيك؟ الكبوت البني يلي لبسوني اياه. ليه؟ إذا بتتذكري لبسوني كبوت هيك زوخ بني مقصوص ذره،
وحسيت انه هيدي المرأة اللي لابسه هيك كابوت بدها تمشي بهيدي المشية مثل الدجاجة هيك بتصير عارف بقى هيدا الاوتفيت هو الاوتفيت كثير مهم للممثل مثل ما الشعر والميك اب مهم وبدي اتشكر كثير كمان يلي اشتغلوا على اللوك يلي هن الستايلست ياسمين صالح ومع سيريل وجاري عم بيساعدوها بدي اشكر هيثم نجار الكوافير الهير دريسر يلي طلع بهيدا الموديل المهضوم لساريا ورالدا خوام الميك اب ارتست يلي كمان عملتها ميك اب لساريا يعني هن كانوا حدنا كل الوقت لإلي ولكل الشخصيات التانيين كل الوقت المشاهد ما بيعرف قديش في ناس عم تشتغل ورا الكواليس أكيد قديش في تعب وجهد وسهر ليطلع مسلسل ناجح هيك عقد ما تعبتي عقد ما نجحتي كارول بهالمسلسل بتحسي كلنا الحمد لله انه كان النجاح على قد تعبنا من شركة الانتاج لفريق الاخراج وللممثلين زملائي خاصة يلي عندهم ادوار اكبر من دوري يعني عم بقول ماجي دانييلا محمد وخالد وباسم مغنية يلي ادوارهم مثلوها بالبرد وبالثلجات وكانوا لابسين فساتين سهرة البنات وهيدا ما صار فيه تنازل عليه أبدا يعني يقولوا له يا فيليب بردانين يقول لهم هيدا المشهد هيك يعني شو من زعبير أي وقت يكون في مخرج هالقد بده يكون الشيء حقيقي وفي مصداقية بده يكون في تعب على قباله صحيح بس الحمد لله النجاح يلي عم نحققه إن كان بلبنان أو بالدول العربية أو بدول الاغتراب كندا منهم بس كمان أستراليا كمان أمريكا الجنوبية وأوروبا وأمريكا المسلسل عم ينحضر وين ما كان نعم. عن جد هيدا شيء بيرفع الراس إنه مسلسل لبناني يقدر هالقد يوصل صحيح كارول بنهاية يعني قربنا بعد في حلقتين يمكن هن 30 حلقة بعد في 3 حلقات بعد 31 وبعد بكرة بعد في 3 حلقات لا 30 حلقة 27 أنا مسبقة 29 29 30 أوكي أنا 28, أنا بعد عندي حلقتين من هيك عم بسأل بلش أنت عم تحضري على شاهد أي على شاهد بس الإجمالا عم يحضروا هني على قناة الام تي جي اللبنانية أوكي انقلبت الطاولة إيه كارول انقلبت الطاولة رح تروح على الكل انقلبت مين رح يزموت هيدا سؤالي الزكي الشاطر اللي القبضاي الحربو هدول يلي بيزمطوا بس دايما بالحياة يعني هون اللي بس بيزمطوا. انت شاطرة وحربو بتروح على المعسكر انت شاطرة وحربو خلينا نشوف انا عطيتك هنت بعرف يعني انا ما بدي طول عليك كارول بعرف انك هلا عم تستعدي كمان لمسلسل جديد فيك تحطينا بالاجواء انا فايته بمسلسلين بنفس الوقت ان الله راد بنبلش بعد يومين تصوير اول مسلسل مع شركة الصباح كمان شركة انتاج كتير مهمة لبنانية هلا عندهم على الهواء 2020 اكيد كمان الناس كلها عم تحضروا فايتين بمسلسل لايت كوميدي مهضوم كمان مع نادين نجام اكيد النجمة العالمية صارت يعني مش بس عربية صح سالون زهرة انت عم تمثلي بسالون زهرة صحيح وعندي مسلسل كمان انتاج شاهد اوريجينال رح بيتصور 8 حلقات للمنصات هو ما بقدر احكي عنه اكثر بكثير بس فيني اقول انه النوع تبعوله مش معمول بعد ابدا بالمنطقه أوكي. يعني نوع كثير جديد وبده كثير شغل على التصوير وبعد التصوير ما فيني احكي اكثر هالقد وبس كارول انا مبسوطه انك غبتي سنوات طويله على لبنان ورجعتي فتي على الدراما ورجعت كارول غبت عن لبنان وغبت عن التلفزيون وعن التلفزيون ورجعت كارول بقوه هيدا الحلو ورجعت الحمد لله انه الادوار يلي انعرضت علي السنه الماضيه مثلا باولاد ادم كان كايند اوف كم باك او مزبوط مع ندى وفرحات ايه لانه الدور انا وندى عملنا ثنائيه كثير قويه بالحبس والناس وقفت عندها حقيقه مع انه الادوار ما كانوا كبار بس مزبوط. كانوا علموا كثير مزبوط وهيدا تاني تعاون لإلي مع ايجل فيلمز مع استاذ جمال سنان وانا اكثر من مبسوط لأنه شركة عن جد ما قصرت ولبنان والمنطقة كله مارقين بأوضاع صعبة بس بنفس الوقت كان في شركة حاضنتنا كل الوقت وما منقص علينا ولا شيء
وطلعنا بأفضل أعمال الحمد لله. نعم. 100 مرة الحمد لله. أكيد أكيد. كارول أنت مبينة بهذا الدور قدي قوية عن جد فحول مزبوط. أنت خجولة ما بتطلع على التيفي بمقابلات صح؟ أنا ما بحب المقابلات. أول شيء بحس أنه أنا بحكي كل شيء بدي أقوله بشغلي. أوكي. يعني وأوقات بصير عيد نفس الحكي خصوصا إذا ما عندي شيء عم ينعرض. يعني في ناس بيتصلوا فيني صحفية مع احترامي ومحبتي لقلهم بقلهم يا عمي ما عندي شيء أنا هلأ عن شو بدي أطلع أحكي. إذا ما عندي شيء عم بيصير وقت يصير شيء أنا بحكيكم. والصحافة ما مقصرين كمان بحبوني ما بعرف بحبوني كمان هيدا مهضومة بتنحبي أنت كارول. الحمد لله الحمد لله منيحة. الحمد لله انت بتنحبي ولما منحبك ما كنا توصلنا فيك عبر البحار ما بلشتي. انا بدي اتمنى لك كل التوفيق. انت عند الحلاق ما فيك تخبريني بدي اقول كارول عبود ايه انا الحلاق مغير لون الشعر كرمال المسلسل الجديد تنطلع شوي من ساريا لانه الدور وقت ينجح بينزق شوي بالسخط وانا ما بدي كرر حالي برافو بولا شيء ابدا بدي نوع قد ما بقدر بالشكل وبالأدوار وبالأحاسيس وبكل شيء طبعا. نعيمة لكان على أمل نشوفك باللوك الجديد. Thank you very much. وكتير قبولات من لبنان من بيروت لا مطرح ما في لبنانية بحبونا وعلى أمل نشوفهم بيناتنا. أنا خيي كمان عايش بفانكوفر ما بعرف إذا هلأ بعيدة عنا فانكوفر ببعت له كمان بوسات جيتي شي مرة لهون عنده يعني جيت على كندا لا لا بعيدة بس يلا ماشي الحال يزورونا قريبا ان شاء الله يا رب ان شاء الله هيك يرجع البلد يطمنا حتى نقدر نحن ننزل لعندكم ان شاء الله يا رب ودلكم تفرجونا الوجه الحلو للبنان عبر مسلسلاتكم وأدائكم كارول ان شاء الله يا رب بشكرك كتير 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 وان شاء الله نلتقى كمان عن قريب انا وياك ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا كارول عبود موفقة شكرا لك نهار حلو باي باي. Thank you. Bye bye. Bye.